هكلمكم النهاردة على لينوكس جاستور سندروم، وده واحد من أنواع الصرع العنيد اللي بيميزه 4 علامات أساسية. أول واحدة إنه بيظهر في سن مبكر من 3 لـ5 سنين، وفي 3 لـ5 سنين تبدأ تظهر أغلب الأعراض، ولكن تبدأ تظهر أعراض خفيفة وبعد كده بتبدأ تزداد بالتدريج، ونوبات خفيفة وبتزداد بالتدريج بالرغم إن إحنا بناخد علاج. وتاني حاجة إنه بيبقى فيه أكتر من نوع صرع، يعني ممكن يجيله كل انواع الصرع تقريبا، يعني ممكن يجيله نوبات اتونيك، وممكن يجيله مايوكلونيك، وممكن يجيله فوكال وسكندري وجنراليز تونيك كلونيك، وممكن يجيله ابسنس. فدي حاجه مميزه جدا. تالت حاجه بتميزه انه في رسم المخ ليه شكل معين في رسم المخ، اللي هو بيسموه سلو سبايك اند ويف، و جنراليزد باروكسيزمال فاست اكتيفيتي، عشان ده لو اتوجد في رسم المخ يشخص اللينوكس جاستور. واخر حاجه ان هو بيحصل عنده تاخر في النمو الحركي والنمو الذهني، وهم دول الـ4 اركان اللي احنا بنشخص عليهم اللينوكس جاستور. ما ننساش ان واحد من الصرع العنيد اللي بيحتاج اكتر من دواء عشان نقدر نتحكم في النوبه، وتاني حاجة انه ملوش دواء شافي لحد النهاردة.